جمهور مهرجان الحمامات الدولي كان على موعد في سهرية الاثنين 17 جويلية 2017 مع رحلة موسيقية تخطت كل الحدود. الأخوين حمزة وأمين مرايحي قدموا موسيقى امتزجت فيها آلة القانون بالعود مع الكمانجا والساكسفون. هي موسيقى نتاع توانسة لتوانسة يعني يا غيان دو بلو ناتوريل. احنا توانسة ونحسوا على بلادنا ونحسوا اللي يصير كما توانسة الكل ونتمسوا فيه واكثر فرحتنا كي نجي ونرجع لبلادنا ونتهنيوا على ناسنا ونتهنيوا على أهلنا ونتهنيوا اللي ناس اللي رغم الظروف الكل لقيا نوع من الفرحة ولقيا نوع من الأمل. امبيكابل حلو برشا سبيكتاكل هايل تخي تكنيك بروفيسيونيل كم دابيتود حضرت الكونسير نتاعهم قبل يسون توجور ايغال ميم بارفي الموسيقى تحفونا تفرهدنا شيخنا يعطيهم الصحه بارك الله فيه. رحله موسيقيه لم تنتهي بالاخوين مرايحي اكملها التونسي الشاب الاخر ياسين بولعريس رحله مع الساكسفون والجاز. الجمهور استمتع بما قدمه شباب التونسي المبدع عبر العالم. واحد فرهد على روحه شويه كيو تيوم الصحه موسيقى اكسترا اوردينير سيماني فيك موسيقى جديده نسمعوها وواحد يشيخ بالموسيقى ذي ويسمع حاجه جديده ويتفرهد يعمل جو يعطيهم الصحه برافو ليهم الكيب الكل وبين فيهم خدمه بتاع برشا مع الوقت. سهرية تنوعت فيها الآلات الموسيقية والنتيجة موسيقى سحرية على ركح مهرجان الحمامات الدولي. Sigue, 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 sigue.